أعزائي التلاميذ من مدرسة الإمام علي عليه السلام العراقية الألمانية في ذي قعر، نلتقيكم أعزائي في درس جديد من دروس التربية الإسلامية، الدرس التاسع من الحديث الشريف النهي عن النميمة للحفظ والشرح. قال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة نمام. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. قال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة نمام. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نأتي إلى شرح الحديث الشريف. النميمة هي نقل الكلام بين الناس بقصد تفريقهم وإيجاد العداوة بينهم. إذن النميمة تعريفها هي نقل الكلام بين الناس بقصد تفريقهم وإيجاد العداوة بينهم. مثال: يعني يأتي شخص إلى علي ويقول له أن حسين تكلم عليك، فهذا قصد بهذا الشيء أنه يفرق بين علي وحسين. يحذرنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من النميمة. إذن هنا في هذا الحديث الشريف النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحذرنا أنه نبتعد عن النميمة والنمام. فالدين الإسلامي يدعو إلى المحبة والخير والإصلاح، النمام يخالف ما جاء به الدين الإسلامي. إذن النمام الذي ينقل الكلام بين الناس هو يخالف ما جاء به الدين الإسلامي. النمام يعمل على إحلال الكراهية والشر محل الخير بين الناس. إذن هنا النمام يخلي أو يجعل الكراهية بين الأصدقاء والناس. الشرح: النميمة هي نقل الكلام بين الناس بقصد تفريقهم وإيجاد العداوة بينهم. النميمة هي نقل الكلام بين الناس بقصد تفريقهم وإيجاد العداوة بينهم. مثال: أن يأتي شخص إلى علي ويقول له أن أحمد تحدث عنك بكلام سيء. هنا أراد هذا الشخص أن يفرق بين الأصدقاء بقصد العداوة بينهم. هنا يحذرنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من النميمة. فالدين الإسلامي يدعو للمحبة والخير والإصلاح، فالنمام يخالف ما جاء به الدين الإسلامي، والنمام يعمل على إحلال الكراهية والشر محل الخير بين الناس. الله سبحانه وتعالى لا يحب النمام. أيها التلميذ، لا تستمع إلى النمام ولا تصدقه. إذن نتعلم أحبائي من هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى لا يحب النمام، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يحذرنا من النميمة والنمام. نأتي إلى حل النشاط. صل بين العبارة في المجموعة ألف وما يناسبها في المجموعة باء. ألف: النمام لا يدخل الجنة. الإسلام يدعو إلى المحبة والخير والإصلاح. أنا لا أحب النمام. إلى هنا أعزائي نأتي إلى نهاية درسنا لهذا اليوم. إن شاء الله نلتقيكم في دروس أخرى. مع ألف سلامة.